بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذا يا أخونا ذكرني سي المولدي، شنو هو المشكلة اللي عندك في كرابتك هذه في السونسيس هذه؟ الكربيراتور ما يحبش يمشي. شنو هو اللي عملت بالضبط وشنو اللي صار ومنين جاي؟ تفقدناه الكل كاي في الدقائق ولا شيء، لكن الكهرباء وقت اللي تاخذها وتخدمها السيتوف يعني مغطى تنظافها. أيوا معناها برشا مرات في الاخر توا التجينا ماني قال الكربيراتور قال باش بدو كم. قداش كيلومتر جيت؟ قداش كيلومتر جيت؟ كيلومتر من تونس يعني. قداش تقريبا؟ لا قداش من كيلومتر؟ 70 كيلومتر جيت باش نشوفها لك انا. لكن اللي حبيت انا نعرف انا الحقيقه نتاع الكربيراتور فسد ولا مش فسد؟ هذا على جيت. باهي توا باش نخدموا الكهرباء احنا ونشوفوا شنو هو المشكل وين. خدم سي نسمعوا فيها كهرباء كيش تعطس. خدم 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 هو عامل 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 فلسفة من هنا يخدم بها. هاي خدم نسمعوا فيها نسمعوا هنا نسمعوا هنا الموتور كيش يمشي. الموتور مخنوق وعامل يعني كأنه في حاجة مش عادية. شوفتوه هنا كيش يخض مهوش مستقر داخل بعضه يعني مهوش. كلمني هو بالتليفون قلت له راني انا ما نصلحش، انما قلت له مشكله الكربتير ولا حاجه هذه راني عندي فيها درايه بقدام. مسكين ولا جابها ريموركاج فوق كاميون حوالي 70 كيلومتر تقريبا 70 كيلو. سكتها سي شجاع. هو جابها تو 70 كيلومتر فوق الكاميون. انا خدمت الكهرباء ما عجبنيش صوتها، خاطر علاش قلت لهم انا ديما نقول لهم انا اللي ما يعرفش يفرق بين المشكل الكهرباء ولا بنزينه راه ما نجمش يخدم ما نجمش يصلح الموتور. يعني المحركات هذه البنزينه اللي ما عندوش خبره كيش يربط ما بين الكهرباء ولا تعديل الشان اللي هي الكاتينه وما بين البنزينه اللي داخله راه ما يعرفش يخدم الحدث هذه. تو هو الميكانيسيان اش عمل فيها الاولاني؟ الميكانيسيان نظف كل شيء. واحد برك ميكانيسيان برك ولا زول واحد برك ايش عمل شنو اللي نظف؟ قال الكابيات نحى الكربيراتور فهمت نحى لحد نحى البلكو نظف الروتور نظف الخيوط حتى الخيوط هذوك بدلهم البوجيات جدد وباقي ما فهمش الديفو مني تاع الشيخ مترجى كيما قلت لك وفي الاخر ايش قال لك؟ قال الكربيراتور انا ما قيش كربيراتور حتى اللوج ما قيتش. من بعد فكرتك وليت قلت خليني نعمل تليفون سي مختار كي قلت انت مش كربيراتور قلت هذه فما حاجه في الدنيا. وانت انت اصريت ما تحبش تجيبها تحب تجيب الكربيراتور وحده. مش صريت انا قلت معناها ربما اذا كان وكي جبت الكربيراتور وحده قلت لك شو قلت لك ما نقبلوش ولا؟ قلت لي ما نقبلوش هي انا مخي انا خدم هذه لازم يكون تلكو في حاجه هذاك علاش جبتها ولا فهمتي انا توا احنا باش نفهموا المشكل اللي عنده شنو باش نعملوا حركه معينه ونفهموا بها دي خدم سي محطوط كونتاكت هو عامل فلسه من هنا دي ماري بها باهي. تو احنا هنا الكهرباء حاس بها انا تمشي يعني اثنين سلندر تمشي شمعتين فقط. شو نعملوا احنا باش نفهم الموضوع هذايا؟ نحو الخيط هذايا شفتوا نحيت الخيط هذايا الموتور ما تاثرش شفتوا الموتور ما تاثرش كملت نحيت الخيط هذايا كذلك الموتور ما تاثرش معناتها تخدم اثنين سلندر السياره. وعلاش الخيط ما تاثرش؟ لانه هو مش في مكانه. تو نحط هنا في الخيط هذا نرجعوا في مكان اللي كان شفتوا الموتور كي اركح نزيد نرجع الثاني شفتوا الموتور تو مسكين ارتاح. شنو اللي كان صاير؟ اللي كان صاير كون الاثنين والثلاثه هذوما ما همش في نفس المكان ما همش في مكانهم الطبيعي. هم يعني طبعا كانوا يتبعوا في الطول لان الطول هذا يقوى اطول حطوه هنا والقصير حطوه هنا وهذه اكبر غلطه هي يصير يحصل فيها الانسان. ها شوفوا تو كيف نحو الخيط كيفاش تتاثر الموتور شفتوا الموتور كيفاش تتاثر؟ ها بنحو الخيط الاخر يزيد يتاثر اكثر شفتوه توا كانوا محطوطين بالعكس هم كانوا حاطين هذا في هذا وهذا في هذا. اللي ما يفهمش المشاكل نتاع الخيوط هذه ونتاع الكربتير ونتاع اثنين وثلاثه راه ما يعرفش يخدم البنزينه. ها شفتوه توا هنا توا شفتوه وقت كنت اكسيليري عليها في الاول كيفاش تعطس شوفوها توا شوفوها توا هو موتور مسرح لابس عليه ما فيه حتى شيء. يعني الانسان الراجل المسكين جابها 70 كيلومتر باش انا نقلب له زوج خيوط. يعني شوف العمليه
وهو كلمني وقال لي نجيب لك كربتير، قلت له لا ما تجيبش كربتير، جيب لي كهرباء كامله ولا لا. حسيت به انا في التليفون تغشش هو يعني كيف خاطر جاب التعب وجاب الكربتير، فهمتني؟ يعني اي العمليه يعني العمليه سهله ما فيها حتى شيء يعني. صرت 70 دينار طبعا. اي 70 دينار. يعني هذوك مشوا حق الكمين. حق الكمين. وتو شنو رايك؟ شيء وهو خير. اكيد اكيد. انت تحب شيء وهو شر. وتو شنو رايك؟ لا باهي يعني مريض العمليه، لكن انا تو ذا كان ساعه في كونفيونس ما عنديش كي قلت انت. ما هي هي صنعه وخبره راهي. لان فهمتك فهمتك. هي صنعه وخبره تو اركحها الموتور ما اركحها. والسيد والسيد هذا ستاندون جارجيست معناها. مش فايده مش فايده جارج كبير. مش فايده. تعرف انه خلق لي هذايا الكابيلاتور. يعني شوف هون العمليه يعني هي بسهوله تامه ما فيهاش حتى شيء. يعني انما الخبره عندها دور. هو تو شد في الكربيتر ما سيء. في الاخر قالوا لا راه الكربيتر هذا ما ينفعش لازم يغيروه. الكربيتر ليش الواحد يشوف. اي شفته اي شفته. هذاك بدلوه. اي اي كيف فرق كيف فرق. اه شوفوا. تو سكت يا سيدي. ها تو نحكي لك انا العمليه كيف صارت يا سيدي شو سام. اي. هو طبعا ما نحى الكربيتر البر. ايوه. كيف نحى الكربيتر برا احتاج باش ينحي زوز خيوط هضم. ايوه. من مكانهم باش توسع عليه المكان. اي صحيح. باش توسع عليه المكان. ايوه. طبعا هو بحكم الطول نتاعهم، شفتم الطول نتاعهم؟ فهمتك. بحكم الطول نتاعهم يعني طبيعي اللي يفهم بحكم الطول نتاعهم باش يحطوا هذا الثاني وهذا الثالث. صحيح. حكم الطول. اي فهمتك. لان حكم فيه الطول. فهمتك. هو ما خد حتى كي خدنا من قبل تلقاهم محطوطين هكاك هو ما فرقش بيهم. اي. طبعا هو كي رجع على حسن النيه لان الكربيتر باش وسع على نفسه الكربتير من هنا كي رجع لحسن النيه رجع القصير في الثاني والطويل في الثالث هكاك هكاك المفروض يعني هكا هذاك هذاك وهذا الكونستركتور صنع هذا بالضبط هذا اللي قدامي لكن كي خدم الموتور هو ما خدمش مخه ان هو الخيوط ان هي قاعده كهرباء تمشي زي 2 سلندر يعني 2 سلندر تمشي كان خدنا مخه اللي فهم الكهرباء اللي تخدم دي سلندر راه هو فهم الغلطه وي فهمتك انا فهمتك فهمتك هذا اللي صار هو هو هو, هو حصل من غير ما يغمي ما يشعر توك القضيه معناها عمليه ما طبعا قلنا هو باش نحي الخيوط هضمه باش يوسع على روحه اي فهمتك اي فهمتك نحي الخيوط هضمه حطهم هنا باش يوسع على روحه فهمتك ايوه باش يحل الكربتير وحل هو كي رجعهم رجعهم حسب الطول اللي عنده او الصانع اللي عنده ولا كذا طبيعي يقول لك انا تو هذا الكثير هنا وطويل هنا انما المفروض كان هو صناعي ويفهم وعنده أي. خبره ما دام الخدمه الكهرباء خدمه 2 سلندر احنا ايش نعمل وقت نحسوا بالكهرباء اللي هي فما سلندر ما يخدمش نحوا بالخيط اذا كان لقينا زوج خيوط ما يخدموش راه خيوط مقلوبي نحطها في طول تو تعرفوا كان مشيت حد ميكانيكي ساخر باش يقول لك راه سيباب خل نحوا الكلاس ونبدلوا سيباب خل نحوا وقالوا هلك ولا؟ لا ما قالوا لي انا مشيت حتى لوحده انا المقتل هو قال لي كاربيراسيون انا قلت نعملت لك تليفون لكن انا بالنسبه لي قلت مش كاربيراتور قلت نجيب الكاربيراتور قلت مش كاربيراتور انا مخ خاطر الكاربيراتور ما عملهاش دلكو اللي ما سلوت اللي في الوسط وقت يعملوا لافونس قلت هذوك ما عادش لا هو مش هذاك البومب هذه ما عادش تعمل اسبيراسيون باش يزيد لافونس فهمتني ولا لا هذه ما تخدمش هذه نتاع ستارتير اي نتاع ستارتير نتاع اي تحل هذيك ما تمشيش لا ما عندهاش دخل هذيك قلت انا كل حاجه انا قلت لك فسرت لك تفسيري تفسيري واقعي لا فهمتك فهمتك واقعي ولا معقول هو انا تو شنو هذاك اللي صار فيه هذه تو هو اللي صار فيه خلينا البومب هذه الواحد هذا نورمالمون يمشي لا ما يمشيش لا ما يمشيش لا ما يخدمش هذاك ماشي فهمك عليه تو ايش نعملوا احنا تو هنا في الحاله هذه باش ما نغلطوش نفس الغلطه ديما نرجعوا هذا القصير في البعيد والطويل في القريب ايوه وترجع للميكانيسيان نتاعك وتقول له تفهم وتقول له شنو الغلطه اللي عملتها لي انت قول له انت سبب لي في الغلطه قول له اما هي كهرباء كانت لابس عليها ايوه قول له انت سببت لي في غلطه وقت اللي نحيت الكربيتير وما رجعش خيوط البلاصه اي صحيح فهمتني هذه بالنسبه لهذه هريتها هذه أي. كيف يخدم الكهرباء وانت جابت ستارتر هي هذه ترجع لوحدك البابيون باش ما تسكرش الكربيتير باش ما يتخلقش فهمتك ايوه ترجعها بتسبيري بالهواء ترجعها ايوه هذه ما تخدم كان وقت تجيب انت ستارتر ترجع الكهرباء ترجع البابيون تاع ستارتر بلي خليني مش بدي اشوفها تخدمش لا ما توريكش الا من حل الفلتر اه لكن الفلتر. اي لكن هي تخدم مع الكابل تخدم مع الكابل هذا مع الكابل هذا تخدم هي انساها خدم تو باش نقول لهم انا ديما يموت المعلم وهو يتعلم.
ما قلت لك دخلت الفوت دينا تنسيون بالضبط. هو 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 كي نحى الخيوط هذوما مش وسع على روحه باش نحى كلمة البر بطبيعته هو باش يحط كثير. انا ملي خدمت علاش طول مشيت في الخيوط هذوك؟ لان فهمت الكهرباء قاعد تخدم السلندر وكذا كان الكهرباء تخدم شبعتين بركه ونحيت زوز خيوط ما خدموش الاثنين معناتها هم زوز مقلوبين. وكان نحيت واحده بركه معناتها فما اشكاليه في خيط ولا بوجي ولا حاجه. انما ما دام نحيت زوز مستحيل تقابلوا زوز مع بعض. هو صارت له الغلطه هذيك. ان شاء الله. علاش قعدت مده وهي تقلق فيه تحب تشتغل وراه ما تبسطش؟ هذا منكم خاطر منكم من تنظيف الكربتات. كو يعني وقتها تحب على تنظيف الكربتات. هي وقتها تحب على تنظيف الكربتات. هي تحب على تنظيف الكربتات. ايوه. لكن هو شي يطبها يعملها. بدون ما يشعر. ان شاء الله تنفعكم حركه هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان الفيس دار مش مريقل شويه كمان تريقل طول وانا بالتورنيس شويه من هنا هو ينجم يتحكم حتى وحده ينجم في الثنية ولا في الدار يزيد وينقص من هذا على حسب الرونتي تحب عليها في الشو باين على حسب الرونتي تحب عليها تنقص هنا من صوره فهمتني. وان شاء الله هكا حد ان شاء الله بيخلف. السلام عليكم. يخلف ربي ما تخافش.